أقوى اقتصاد في القارة العجوز يدق ناقوس الخطر، فتقليص نسبة الغاز القادم من روسيا قد يسبب أزمة اقتصادية خانقة، ويوقف قطاعات صناعية إن استمرت موسكو في استخدامه سلاحا ضد ألمانيا على حد تعبير وزير الاقتصاد روبرت هابيك. الأخير أكد خلال لقاء مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ضرورة إيجاد حلول مشتركة لهذه الأزمة. سيصبح اتخاذ القرار الموحد هذا أكثر إلحاحا مع استمرار الحرب وتواصل العقوبات ودعم الجيش الأوكراني، وكذلك القرارات المتعلقة بكيفية التعامل مع الطاقة والأمن الغذائي في ألمانيا وأوروبا وعلى الصعيد العالمي. سيتعين علينا التكيف مع ذلك باستمرار. ليس قطاع الطاقة وحده هو المتضرر، وإنما الغذاء كذلك. ألمانيا التي تقود مجموعة السبع هذه المرة وتشرف على مؤتمر للأمن الغذائي تعهدت بتقديم 4 مليارات يورو لمكافحة أزمة الجوع في العالم، مؤكدة صحة قراراتها مع شركائها الغربيين بشأن الحرب الروسية على أوكرانيا. روسيا تستخدم الجوع كسلاح حرب عن عمد، وأخذت العالم بأسره كرهينة. ولذلك فإن الرواية الروسية القائلة بأن عقوبات مجموعة السبع هي السبب في ارتفاع أسعار الغذاء العالمية لا أساس لها من الصحة على الإطلاق. وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الألمانية أكد دعم بلاده إيجاد حلول عاجلة لأزمة الغذاء الناجمة عن الحرب الروسية على أوكرانيا في ظل تعثر نقل الحبوب من المواني الأوكرانية. في غياب قدرة أوكرانيا على تصدير الحبوب من مرافئها أو رؤية روسيا تصدر حبوبها، نعمل ونبحث عن طرق لمساعدة الدول العديدة المتأثرة بهذه الأزمة. تستعد ألمانيا لوضع استثنائي جراء الضغوط الروسية في ملف الغاز، وقد تشهد البلاد للمرة الأولى توقفا لبعض صناعاتها المعروفة. الغاز الروسي الصديق للاقتصاد الألماني لسنوات بات الآن سلاحا قويا ضده. تقليص إمدادات الغاز قد يسبب أزمة اقتصادية في ألمانيا، ليس في مجال الطاقة فحسب، بل على صعيد الأمن الغذائي والاجتماعي كذلك. مكسيم ليس العربي، برلين.